بكم من جديد. نتابع هذه الحلقة من أجرى الكلام والتي نتحدث فيها عن ذكريات وأسرار وخبايا وخفايا وقصص وأحاديث جرت على متن طائرة الرئاسة الخاصة وعلى ارتفاع الآلاف والآلاف من الأمتار والأقدام، وهما الرئيسين أنور السادات والرئيس حسني مبارك على لسان طيارهما الخاص اللواء محمد أبو بكر محسن. سيادة اللواء، طبعا بداية يعني أريد، عندما تتحدث عن تلك الذكريات تتحدث إليها بشوق وحنين وفرح أو تتحدث عنها بأسى؟ أنا طبعا بحس بسعادة وأنا بتذكر الماضي مع الرئيس السادات والرئيس مبارك، لأن في خلال 25 سنة طرت بيهم طلعات وشفت قد ايه هم تعبوا عشان البلد ديت، وشفت ذكريات جميله. شفت الرئيس السادات وهو كان بيتعب من اجل البلد عشان تحريرها من المستعمر الاسرائيلي، وشفت زياراته اللي كان بيتعب فيها في اسوان عشان الوفد الاسرائيلي يتكلم معاه ويحل المشكله، وشفت قد ايه المعاناه اللي كان بيقابلها. لانه شوف حضرتك لما تكون شايل بلد مشاكلها، نمو سكاني، ضعف امكانيات، بلد كانت محتله. طيب سياده اللواء، طبعا عندك اولاد واحفاد على ما اظن. ايوه فندم. الله يخلي لك اياهم. يا رب الله يخلي لك اياهم يا رب جميعا. عندما تريد ان تتحدث لهم وتفتخر باخبارهم تاريخ الجد وتاريخ الاب، عن أي تاريخ تفضل أن تتكلم؟ عن تاريخ قيادتك للطائرات الرئاسية أم عن تاريخ قيادتك للطائرات العسكرية في حرب أكتوبر؟ العسكرية في حرب أكتوبر بصراحة، لأن أنا كنت واحد من ضمن المشاركين لتحرير البلد. أنا كنت عايش مع عظماء أنا بعتبرهم عظماء مصر، طيارين القوات الجوية اللي هم كانوا بيشتغلوا عشان مصر، عشان البلد. كنا، عشان اكون بتكلم بصراحه كده اكتر، لا كان في اجازات ولا كان في راحات، قله امكانيات. كنت بقعد لما اقارن نفسي بالطيار الاسرائيلي، فرق كبير ان انا لما اكون قاعد في وسط سرب عدده يدوبك يؤدي المهام بدون اجازات سنويه، بدون راحات، ولو انا ابني تعب او مراتي تعبت ما اقدرش انزل، لو واحد قريبي اتوفى ما اقدرش انزل اساعد دراسته خالص. نعم. ما فيش حاجه اكتر من يوم اجازه كل شهر. اجازه السنه دي ما كانش فيه. لما نيجي نبص بقى الطيار الاسرائيلي، عشان اوريك عظمه الايام اللي بحبها دي، الاقي الطيار الاسرائيلي السرب فيه عدد قد سربي ثلاث مرات. يعني ليه كل اجازه، كل اسبوع اجازه يومين. كل اجازه سنويه باخد له شهر كامل في اي بلد في العالم، هو ومراته واولاده. لو انا رحت مستشفى عشان اعمل عمليه بتكسف على دمي واعمل عمليه واشوف، لو الدكتور قال لي تقدر مثلا اسبوع اتنين راحه، اقول له لا كفايه ثلاث ايام بدليل ده عملت ازاي ده؟ نعم، عملت العمليه ثلاث ايام ورجعت. ده على مستوى اللوجستي. ولكن على المستوى القتالي ايضا، حضرتك كنت تشكو مع رفاقك من طائرة الميج 21. أيوة. يعني كنت تعتبر أنه طائرة الميج 21 هي طائرة تسببت في مقتل العديد من الرفاق وإسقاط الطائرات المصرية، لأن كنت تعتبروها أنها يعني من مجهز كفاية لمواجهة طائرات العدو الإسرائيلي. الكلام ده كلام حضرتك، أنت قلت كلام جنرال لكن مش مظبوط قوي. اولا طائرة ميج 21 من اعظم طائرات القتال، لكن المناورات اللي هي الرئيسيه حلوه، الافقيه ضعيفه شويه. اما نيجي نشوف التسليح، تسليحها تعبان، عباره عن مدفع وصاروخين. تعال نشوف بقى ايه المدى لما تطلع في الجو فوق عشان تعمل مظله جويه عشان حمايه. المظله دي تقعد مثلا 40 دقيقه، لو اشتبكت هي ربع ساعه بالكثير. دي ال21 عشان كده احنا لما طالبنا الرئيس السادات والرئيس مبارك ان احنا نجيب طياره مثلا ميج 23 او اي طراز زي المراج. انتوا عاوزين الميراج او اي طراز يدينا امكانيه تسليح مدى. يعني انا مثلا لو انا عملت اي طلعه قتال جوه اراضي العدو
بعمل حسابي ان انا اعمل الطلع وارجع ما اشتبكش. لو انا اشتبكت مع طيارة العدو ما اقدرش، لازم النشان يبقى مظبوط قوي، الا كل طلقاتي هتروح بدون اي اصابات. على عكس الميراج. على المراج بقى، لانه الميراج اذا نشانك فرق الصاروخ ما بيطلعش. ما يطلع، لا مش الصاروخ، المدفع. المدفع يعني المدفع انا عندي مثلا 30 طلقه مثلا، لو انا نشنت النشان بتاعي مش مظبوط طلعت الطلقات وراحت عليا. انما المراج فيها عدد طلقات قد كده بكتير، ولو انا ضربت والنشان مش مظبوط الطلقه مش هتطلع خالص. والروس رفضوا هذا الكلام، يعني قيل لكم انه انتم كطيارين مصريين غير مؤهلين بما فيه الكفايه. لا مش قالوا، بينما الطائرات ما قالوش كلمه مش مؤهلين. هم قالوا ايه؟ ده احنا احسن منهم، بس هو محتاجين تدريب اكتر. عن الروس ماذا قالوا؟ قالوا ان انتوا عشان نحارب لازم يكون تدريبكم اكتر من كده شويه. نعم. انتوا عندكم طياره كف، يعني انتوا يحتاجوا تدريبات اكتر وكده. لكن ربنا اظهر الحق لما حبوا يورونا البطولات بتاعتهم، وطلعوا 8 طيارين بروس ب 8 طيارات ميج 21 بتاعتهم صناعه روسي، طلعوا عايزين يورونا القتال العظيم بتاعهم. التمان انضربوا. مين ضربهم؟ الاسرائيليين في الاشتباك بتاعهم سنه 71. مش هما طلعوا يعملوا اشتباك مع الاسرائيليين؟ اشتباك ايه بقى؟ ما انا اقول لحضرتك حاجه، مع الاسرائيليين عشان يطلع 2 طياره يعملوا دخول في اراضي العدو، وهم راجعين يجيبوا الطيارات الاسرائيليه وراهم، ونتفرج على البطولات بتاعتهم عشان يعلمونا. الحقيقه كان منظرهم وحش قوي، ان يشتبكوا 7 ينضربوا والثامن ينط. ادي اللي طالعين يورونا بطولات الطيارات. 7 قتلوا يعني في الطيارات؟ طبعا اتضربوا بالطيارات بتاعتهم، اللي هو الطياره انفجر بيهم 7 والثامن نط. كان منظرهم وحش قوي، عشان يعلمونا يقولوا علينا كده. احنا اتمرنا مع الطيارين الباكستانيين السرعات البطيئه، كانت النتيجه ان احنا حققنا انتصارات حلوه. الطيار المصري ده انا بعتبره من اعظم طيارين العالم، مش عشان انا طيار مصري، لا معلش بعد اذنك اديني فتره دقيقتين كمان فضل. عشان اشرح لك حاجه مهمه قوي للساده المستمعين، ان الطيار المصري بالمعده بتاعته اللي اقل كفاءه من الطيار الاسرائيلي ميراج، بالحالة بتاعته هو ان انا قاعد في ميس اقل كفاءة من الميس الاسرائيلي، اجازاتي اقل منه، راحاتي اقل منه، تدريبي عشان انا واجب عمليات وتدريب فاقل منه. هو ممكن الطيار ياخد مدة يتدرب وبعدين يطلع تاني يطير. هو حضرتك عدده، العدد بتاعه بتاع الطيارين السربي الاسرائيلي يقدر يريح نص تدريب نص عمليات. نعم. انا اخد ريدنس حوالي اولى كل يوم من اول ضوء 5 لغايه 8. بعيدا عن حرب اكتوبر والمشاركه في تلك الحرب التي كانت فخر لكل مصري ولكل عربي والانتصار الذي تحقق، نعود الى اسرار الرؤساء والى ما كان يحدث على متن الطائرات. لماذا كنت دائما تخبئ ما لديك من فلوس الشراب في الشراب عندما تكون يعني في طلعة مع الرئيس مبارك؟ انا اقول لحضرتك ليه. انا عرفت الرئيس مبارك يحب يدي جزء بسيط اللي لا يضر مستقبلي، يعني عايز يعلمني ان انا وانا ظابط لازم شعري يكون كده، مش زي زمان لما كان كبير. ولازم احافظ على بدني، ما يبقاش الكرش زي دلوقتي. فلما انا شفته انا كنت طاير مع واحد زميلي شعره كان كبير، حب ان يديله جزء يعني يقرص ودنه بدون ما ياثر على مستقبله. فلما لقى شعره طويل قال له معاك كام؟ كام حظه يعني وحش شويه، كان معاه 50 زمان، دي تعتبر حاجه كبيره دلوقتي. فحب يكافئ بيها العسكري، يبقى اسمها حسن العسكري وقرصه ودن للظابط زميلي. انا عرفت كده. كيف فسر لي؟ اقول لك، لما انت حسني مبارك رئيس حسني مبارك يحب يدي جزء للظابط عشان شعره طويل. نعم. وطالع الطياره فيقول له شعرك كبير ليه؟ يقول له يا فندم ما لحقتش. قال له طيب معاك كام؟ فبيحط ايده في جيبه لقى 50 جنيه، قال له اديها للعسكري دي. اوكي. مش هياخدها لنفسه. يدي العسكري الحسنه ويقرص ودن مين؟ الظابط. انا كنت رايح اول الشهر قابض وحاطط الفلوس في جيبي وجاي المطار، قالوا لي انت عندك طلعه. مع مين؟ مع الرئيس الاسبق حسني مبارك. طب والفلوس دي هوديها فين؟ وشعر كان كبير مش حلو، فحطيته في الشرب الفلوس كلها.
وطلعت في جيبي حطيت 10 جنيه مش 20 جنيه بقى. فبيقول لي شعرك كبير ليه؟ انا مش قلت لك قبل كده؟ سالك شعرك كبير ليه؟ اوكي وانا كنت عارف. فطلعت ال 10 جنيه وكنت طبعا بأظهر حزني على 10 جنيه اللي رايحه دي، لكن 10 جنيه بس انا طلعت بالفلوس في 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 اللي معايا ورجعت بيها البيت. دي حاجه. هو كان بيكره يشوف ضابط مش مهندم كرشه كبير. انا عشان كان يضربه على بطنه ويحب بقى ايه. ضربك في مره على بطنك؟ لا انا كان ساعتها بطني لجوه مش لبره. ليه بقى؟ عشان ما كنتش كنت بشرب سجاير ما كنتش باكل كتير. دلوقتي بطلت السجاير وباكل. الحاجه الثانيه كان يخاف علينا من ان احنا نكون صايمين ونطير. يعني انا عينت معاه في ماموريه للمملكه العربيه السعوديه وكنت صايم، وطلع الطياره والطلعه دي كانت فيها السيد سوزان مبارك ورايحين يعملوا عمره، وكان يوم 27 رمضان وكنت مبسوط ان انا طالع معاه اعمل عمره في اليوم ده 27 رمضان. كانت ليله القدر يعني. كانت ليله القدر. وبعدين اما طلع انا كان معايا الكابتن زميلي كان صايم برضو واسالنا انت صايم ولا فاطر؟ سكت. انا ما اعرفش اكذب. لما ترددت حس ان انا صايم. قال لي انت مش عارف ان الطيران ممنوع فيه الصيام؟ قلت له يا فندم ده ساعه ولا ساعه ونص. قال لا السكر بيقل والتركيز بيقل وانت كده هتودينا في داهيه. اتفضل افطر. ندى المضيف جاب شوكولاتايه ودهاني. بس الحقيقه في اليوم ده انا يعني بس في حرب اكتوبر كانوا صايمين الطيران المصريين. في ناس كانت بتصوم ليشاركوا في الحرب. انت كنت صايم ولا انا كنت صايم؟ كنت صايم. بس انا كان واجب الاعمال بتاعي بطلع اعمل طلعه بضرب القوات الاسرائيليه في صغرى وارجع. يعني ما فيش 10 دقائق اخطر يعني. 10 دقائق وارجع على طول. لكن في الطلعه دي لما انا طبعا كنت فطرت وقعد في الحرم والمدفع ضرب ولقيتهم بيوزعوا عليها ميه وتمر بس حكوا ازاي كنت انا فاطر. يعني كنت اليوم ده فعلا كان يوم مش حلو في حياتي، لكن انا مقدر له ومش غلطان وبينفذ الاوامر الصح. لكن الواحد عشان تعلقه بالدين بيحاول يعني يصوم بس كده. كان بيهزر معاكم رئيس مبارك؟ قلت لي انه رئيس السادات كان جدي شويه يعني كان لا بس يحب يبتسم ويقول لنا يا اولادي. كان في كده مبارك كان يقول لكم يا اولادي؟ لا ولا مره قال لكم يا اولادي. هو كان يسأل بس لو شاف واحد مش مهندم ولا مش عامل شعر ولا كرش ولا كده يفوت فيه على طول. هو مره كان انا بقول له فندم بعد اذنك، كان في طلعه برضه طويله هو قاعد معانا في المكان المهندس وبيتكلم معانا عن احوال البلد وقد ايه هو تعبان وقد ايه هو يعني مش شايف المساعدين بيساعدوه. حتى بيقول لي رئيس الوطرة طلع لي مره انا حطيته طلع لي في التلفزيون يدي بيان كان عايز رئيس وزراء وقت. انت مصمم توقعني انا عارف. يا لا نسيت. كان عاطف صدق؟ لا 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 ده بالعكس كان بيحبه. بس انا معلش ارجوك ما طب مين مين كان؟ في الثمانينات مين يعني كان؟ سادة وتنبي والله العظيم نسيت اسمه. في أي سنة كان الموضوع؟ في الثمانينات. أي سنة في الثمانينات؟ 82 أو 81. 82. بص بعد البرنامج شوفه وقوله بس مش دلوقتي. المهم بقول يا فندم أنا عايز أتصور مع حضرتك. علي لطفي؟ شكرا. أنت اللي قلت لو في حاجة أنا قلت. بس هو كان يقول عنه إيه؟ بيحب يعني يدي ياخد بوزات على التلفزيون يعني مش كده. هو كان بيحب عاطف صدقي جدا 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 وكمال حسن علي. كان يقول لي هو تعبان لكن بيبذل مجهود الحقيقه. المهم قلت له يا فندم بعد اذنك انا عايز اتصور. قال لي وما طلبتش ليه؟ قلت له بتكسف اطلب من حضرتك صوره. يعني لقيته بايده دي على فكره عشان بيلعب هاند بول كانت جامده. هاند بول؟ تنس دي ولا سكواش؟ سكواش سكواش. لقيته ايده دي عشان رياضي راح ضربني في بطني. انا بطني ما كانتش كبيره بس اخدت الضربه فعلا حسيت بيها. يعني رئيس رياضي دي كانت جامده اتخبط. تنلعب سكواش؟ سكواش. بعدين بعديها بمره الطلعه الثانيه طلبت ان انا طلع الزيمبابويه الطويله دي. قلت له بقى صراحه بقى انا مش مكسوف عايز اتصور بقى. قال لي لما قلت له لا دلوقتي يا فندم. قال لي لابس تيشيرت. قلت له معلش يا فندم يمكن اتنقل ولا بتاع ويعني البركه في حضرتك عايز اتصور معاك. فاتصورت صوره
انا حطيتها في الفلاشه، كان هو لابس تيشيرت واتصورت جنبه وهو بالتيشيرت، والصوره دي بحتفظ بيها جدا. نعم الماضي. هو مين كان يلعب سكواش الرئيس؟ كان في قادة من القوات الجوية. كان في شخص معين يرافقه دايما؟ لا، كان يمكن قائد القوات الجوية مثلا فريق احمد ناصر، فريق احمد شفيق، الناس يعني مش معقولة هيجيب واحد رائد يلعب معاه. كان حد يكسبه ولا كان المفروض هو يكسب الجميع؟ سجال واحد واحد كده يعني، ممكن يفوت مرة بس مش على طول، مش ورا بعض يعني. كل واحد يختشي بس كده. طيب اكتر موقف طريف صار مع الرئيس مبارك؟ انا كان في واحد زميلي بس مش هقول اسمه، هو كان الرئيس مبارك كل قرن طلع كده يحب ايه يختبر الطيارين مذكرين ولا لا، فكان يطلع عايز يعرفك ان هو فاهم طيارتك او يعرف يسألك، هو مش واخد الكتب لكن هيسألك، فكان يطلع. انا فهمت الحكاية دي، فطلع لزميلي كان هو ساعتها الكابتن، انا كنت كوبايلوت طيار مساعد، الكلام ده كان زمان، فيقول لي اللي اقول لي يا كذا السويتش الثاني من الصف الثالث اللي علمين ده بتاع ايه، فيتلجلج فيعرف ان هو ايه مش مذاكر، مع انه الطيار مش مفروض انه يحفظ السويتشات دي كلها، لان لو حصل اي طارئ في الطياره هو هيضوي. لا، بينور نور، انا بفتح الكتاب بعرف النور ده بتاع ايه واعرف التصرف. بس معاك وقت اذا نور النور تفتح الكتاب وتشوف ايه بركي في حريق في الطياره؟ لا، حريق فيها لمض معينه في حتت معينه دي بعرفها على طول، لكن هو عايز يعرف الاكشن بتاعك التصرف السريع. فانا قلت له يا كابتن لما يسالك سؤال زي دوت وانت مش مطلوب انك تحفظه قول له اي حاجه. قال له ازاي ما هيعرف؟ قلت له انت حر. برضه كررها، طلع تاني بعديها بفتره اللي يقول لي يا كذا السويتش التالت من الصف الرابع اللي على الشمال ده بتاع ايه؟ اتلجلج. راح مغرمه عشان يبين له ان هو مش مذاكر. عمل الحكايه دي معايا. قال لي اللي يقول لي يا ابو بكر، كنت انا ساعتها حته طيار مساعد، السويتش التاني بتاع الصف التالت اللي علمني، قلت له بتاع الفلايت دايركتور اي حاجه. هو مش ممكن هيفتح الكتاب عشان يقول لي ايوه ده صح، وعدت الحكايه وحافظت على فلوسي بس كده. طيب انا دلوقتي صار سامعك بحاجتين، يعني قصه الفلوس وقصه قصه زر الطياره. خلاص يعني انا يعني هيقول دلوقتي بس هو هيقول انه ده الطيار اللي كان معايا كان بيخبي عليا وكان بيكذب عليا. بس انا عرفت اتصرف. بس خد بالك الطيار بيبقى حاجه كده من طراز فريد، بيعرف يتصرف في اي مواقف، اي حاجه في الطيران يتصرف، في الحياه المدنيه يتصرف، لكن هيتصرف. بعد الفاصل العلاقه مع احمد شفيق، ابقوا معنا.